إنها الذكرى الأولى بعد المئة الأولى لتأسيس الجيش العراقي الذي قدم تضحيات كبرى وما يزال يقدم، نعجز عن شكرها وتقديرها كفاية بل وردها. وعزاؤنا أن لكل منا ميدانه ولكل ميدان رجاله، ويجود بالنفس إن ضن الجواد بها، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. وخلال مراحل عديدة وشديدة مر بها العراق، كانت المؤسسة العسكرية العراقية كغيرها من المؤسسات التي اخترقتها عناصر تورطت بممارسات ألحقت العار بمرتكبيها، وربما تلحق الإساءة بسمعة تلك المؤسسة نظراً لكثرتها وتكرارها على يد أفراد تلك المؤسسة تجاه أبناء جلدتهم، ما يعني وحسب عسكريين أن المؤسسة العسكرية تحتاج إلى تنظيفها من تلك العناصر لتبقى صورتها مشرقة كما عاهدتنا على ذلك. كل ذلك وصدى في صدانا. لحادثة الحلة، حادثة قتل أبرياء بتهم كيدية بدم بارد من قبل مؤسسات أمنية عراقية، هذا غير مقبول. دم عراقي غالي، ومؤسسات أمنية يجب أن تعيد تقييم منتسبيها بالخصوص وزارة الداخلية. هذه ليس أول حادثة قاعد تحدث خلال الحكومة، وليس الحادثة الأولى على مدى 17 سنة. تستغل الدولة وتستغل الأجهزة الأمنية تحت عنوان أربع أرهاب، اللي هذا أصبحت التهمة مع الأسف الشديد جاهزة لكل شخص يتحصف في حسابات. يجب أن ننتهي من هذه القضية. شفنا أربع أرهاب وين ودتنا، وشفنا القضايا الكيدية وين ودتنا. فأتمنى من الجميع أن نتعاون لحل هذه المشكلة في مؤسساتنا، وأتمنى وزارة الداخلية حقيقة خلي يصير أن تقوم بإعادة تقييم عمل منتسبيها وإشراف شديد على تصرفات من يحاول يستثمر ووجوده في الأجهزة الأمنية. هذا موجودة ظاهرة في كثير مؤسساتنا، وأقولها بكل صراحة، أنا افتريت السجون شفت شباب مساكين في عمر الورود وبعضهم تحت السن 18 سنة تم اعتقالهم من بعض المناطق في العراق تحت تهم كيدية وتحتهم معينة، ومن ثم لحد هذه اللحظة ينتظرون محاكم بعدهم صار لها 5 سنين. أنا تكلمت مع السيد رئيس مجلس القضاء قبل فترة، راح أتكلم وياه اليوم لتأسيس لجنة لتصفية ومعالجة هذه القضايا الكيدية اللي راح بها كثير من الضحايا من أبناء شعبنا في كل مناطق العراق بدون استثناء. ولكن مع الأسف الشديد ما زال بعض يقبع في السجون بتهم ما أنزل الله بها من سلطان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معنا في حلقة جديدة من برنامج صدى الحدث، والتي جاءت تحت العنوان الآتي: العراق جيش قوي وشعب عظيم. نرحب بالخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور علاء النشوع. أهلا بك دكتور علاء. حياك الله سيد، مرحبا. أهلا بك دكتور علاء. يعني المؤسسة العسكرية بصنوفها كافة مرت بمراحل حقيقة عديدة منذ تأسيسها عام 1921 وحتى الساعة. أهم تلك المراحل، هل يمكن لنا أن نجمل مراحل مهمة مضيئة مشرقة في عمر تلك المؤسسة العسكرية؟ نعم، شكرا جزيلا لك سيدتي الفاضلة وللمشاهدين الكرام. بداية نقول في البداية نهنئ المؤسسة العسكرية وشعبنا العظيم بمناسبة تأسيس جيشنا الباسل، الجيش العراقي الذي قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام من أجل العراق العظيم. حقيقة يعني احنا في عام 1921 بعد ان اقرت الحكومة العراقية في عام 1920، نعم، كانت هنالك الحقيبة الوزارية تشمل فيها احد القادة اللامعين واحد الضباط البارعين المعروفين عبر تاريخ الجيش العراقي، هو المرحوم الفريق جعفر العسكري الذي قدم مقترحا الى الحكومة العراقية في ذلك الوقت في ان تكون هنالك نواة للجيش العراقي. نعم. ومع وجود الضغوطات البريطانية في ذلك الوقت من قبل السير برسيكوكيز ولكن المندوب السامي، ولكن كانت إرادة العراقيين وإرادة
جعفر العسكري، المرحوم نعم. جعفر العسكري حالت دون ذلك، وبدأت بتأسيس نواة الجيش عن طريق تشكيل فوج موسى الكاظم الذي شكل نعم. في منطقة الكارنتينا، وكان هذا هو النواة الأولى لهذا الجيش العظيم نعم. الذي بدأ بمسيرة كبيرة امتدت لأكثر من 101 عام. هذه يعني السنوات الكبيرة قدم العراق دورا كبيرا بهذا الجيش قوميا ووطنيا، كانت يعني في ساحة الوغى وكذلك في المواجهة مع كل الخصوم وكل الأعداء. نعم، يعني بالنسبة لهذه الرحلة الطويلة للمؤسسة العسكرية دكتور علاء، يعني تعثرت في أكثر من مناسبة بالنظر لظروف البلد بشكل عام، ربما من حرب 80 مع إيران وحتى هذه الساعة، والجيش العراقي يتحمل تبعات سياسية داخلية وحتى خارجية أيضا. الحقيقة الجيش هو يعني مؤسسة صح يخضع للنظام السياسي، ولكن فيه ضوابط وقرارات وأنظمة، يعني حقيقة ما تشكل فيه الجيش العراقي هو حماية البلد بكل الاعتبارات. احنا النظام السياسي جاي قد يكون هنالك أخطاء، ولكن الجيش لا يتحمل، الجيش هو عليه أن ينفذ الأوامر وينفذ ما تمليه عليه القرارات السياسية، واحنا نعلم أن السياسة هي آخر العلاج الكي وهي الحرب. فلهذا الدولة عندما تضع الجيش تضعه في ميزان المواجهة حتى يكون هو الأساس في الفعل، وليس أن تكون الدولة برمتها هي التي تضع للجيش القرارات. الجيش مؤسسة يعني يقال عليه مؤسسة كبيرة، كيان ضعيف أساسه الضبط. يعني احنا عندنا المؤسسة العسكرية بها سلسلة مراجع، بها مؤسسات، بها يعني فروع، بها أقسام. هذه الفروع والأقسام بنت هذه المؤسسة العسكرية العظيمة منذ عام 21 وإلى اليوم. يعني نعم أنه ما يعاب في بعض الحالات ويقال أن الجيش العراقي أقحم في حروب قد تكون يعني جزافية أو بعيدة عن المنال، ولكن الحقيقة الجيش العراقي قدم ما قدم، قدم من خلال الصورة الحقيقية. اليوم احنا عندنا معاركنا تدرس بكل الجامعات والأكاديميات العسكرية في العالم. يعني عندنا معارك خاض الجيش العراقي ضد الإيرانيين في عام 80 ولعام 88 تعتبر من أبرز المعارك التي خاضها عبر التاريخ. يعني أستميحك عذرا دكتور علاء، فقط لي يعني أرحب بالخبير القانوني عفوا الأستاذ فيصل ريكان. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا. أهلا بك. ونحن نستذكر أستاذ فيصل يعني تضحيات الجيش العراقي منذ تأسيسه في ذكراه الأولى بعد المئة الأولى حقيقة، منذ عام 21 و900 وألف وحتى هذه الساعة، هناك ربما بعض المحطات المتعثرة في مسيرة ذلك الجيش، سواء الجيش العراقي كجيش عراقي أو حتى وزارة الداخلية العراقية. شاهد حديثنا حقيقة يعني الممارسات المحسوبة على أفراد ذلك الجيش أو حتى يعني وزارة الداخلية، منها على سبيل المثال للحصر الجريمة الأخيرة التي حصلت أو المجزرة الأخيرة التي حصلت في منطقة إجبلة في محافظة بابل، والتي حقيقة أثارت رد فعل مستنكر لتلك الجريمة. آخر ذلك ما أدلى به رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من يعني ملاحظة مهمة تتعلق بالمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وإلى أي مدى تستغل تلك المادة حقيقة لترتيب تهم كيدية لهذا أو ذاك. نعم، مساء الخير عليكم. أهلا بك. طبعا بداية من أهم جيشنا الباسل بالذكرى 101 لتأسيسه، وبالتأكيد مثل ما تفضلت حضرتك أنه كان جيش المقدام واستطاع الدفاع عن حدود العراق في مرات عديدة، وكان جيشا حقيقة باسلا ويعني ضباطة ومراتبة يشهد لهم بالشجاعة والكفاءة. للأسف الشديد طبعا احنا نتألم عندما نسمع بعض الممارسات المحسوبة على هذه القوات المسلحة التي كانت درعا حصينا للعراق
بالذود عن أراضيه وعن شعبه. اليوم تحدث السيد رئيس الوزراء بشكل واضح وجلي عن يعني احنا الحقيقه اللي دفعنا للحديث ودفع دوله الرئيس ورئيس الوزراء وقنوات المحترمه للحديث عن هذا الموضوع هو الجريمه البشعه التي تعرضت لها عائله مكونه من 20 عراقي اصغر واحد فيهم عمره 15 يوم وكبار بالسن ونساء واطفال لم يقترفوا ذنبا سوى ان هنالك لديهم مشكله شخصيه مع احد المنتسبين والمحسوبين على هذا الجيش الشجاع للاسف الشديد. بالتاكيد هذه الحادثه قد تدفعنا للحديث عن رقابه شديده عن كل التصرفات التي يمكن ان تقوم بها القطاعات العسكريه لانه قد تكون هنالك حالات مشابهه لها وقد تكون هنالك حالات ابشع من هذه الحاله لكن لم يسلط عليها الضوء للاسف الشديد. نعم وربما الفرق فقط عدد الضحايا، ربما الجريمه او المجزره البشعه الاخيره كان الفارق بالنسبه لغيرها والتي طبعا نتعامل معها يوميا كخبر عاجل او خبر يعني نمر عليه مرور الكرام هو عدد الضحايا، عدد الضحايا كان كبيرا جدا بالمحصله كلها جرائم او مجازر بحق عراقيين من افراد مع الاسف كما تفضلت محسوبين على المؤسسه العسكريه. نعم بالتاكيد يعني اليوم هو الحقيقه اليوم طرق رئيس الوزراء الى قانون مكافحه الارهاب وتخصيصا الماده 4 إرهاب منه التي قد تستغل من قبل البعض بتقديم أخبار أو أخبار كاذبة إلى الجهات الاستخبارية أو الجهات العسكرية عن وجود إرهابيين أو عن نشاط إرهابي معين في حين أن هذا المخبر كاذب يحاول أن يستغل هذه المادة الخطيرة جدا من أجل تنفيذ أجندة خاصة أو منافع خاصة يعني أو لانتقام من شخصيات معينة أو أو عائلة معينة أو جهة معينة وبالتالي تكون هذه نتائجها. اليوم اتطرق رئيس الوزراء إلى موضوع آخر مهم جدا يقول أن هنالك الكثير من داخل السجون العراقية قد يكونون تم إلقاء القبض عليهم من خلال المخبرين الكيديين الذين يقدمون معلومات كاذبة. احنا نطالب الجهات القضائية المختصة بأن لا تعتمد هذا الإخبار الكاذب، يجب أن تكون ممكن أن تتعامل مع دقة وشفافية مع أي إخبار يأتي عن جهة إرهابية، لكن يجب أن تدقق هذه المعلومات قبل المباشرة باتخاذ الإجراءات. يعني بسؤال أخير يعني أستاذ فيصل، يعني المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب إلى أي مدى تلك المادة مطاطة وواسعة يعني وتتحمل أوجها كثيرة من الممكن أن تستغل بحق أبرياء؟ نعم الحقيقة هي كل المواد القانونية قابلة للتأويل إذا ما وجدت الآلية غير المنصفة وغير الحقيقية. نعم المادة 4 إرهاب تتعامل مع الإرهابيين وعقوبة الإعدام بالتأكيد، لكن احنا نأمل من الجهات المنفذة ومن الجهات القضائية قبل أن تستخدم هذه المادة الخطيرة جدا يجب أن يكون من تنفذ بحقه فعلا يستحق أن يكون تحت هذه المادة وقد مارس أعمالا إرهابية وهذا بالتحقيق من خلال الأدلة المقدمة. يعني يجب أن تكون هنالك أدلة ومن خلال قرائن ممكن أن تدين هذا الشخص. الخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكان، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا. هذه فرصة أيضا لنتوقف مع التقرير الآتي الذي يلقي لنا جانب كبير من الضوء حول المجزرة الأخيرة التي وقعت في منطقة جبالة، لنتابع معا. كانت جريمة جبلة طرقة الباب الذي فتح على أقبية السجون المكتظة بالمظالم،
فالسجن كان مصير رحيم الغريري لو لم يقتل هو وعائلته على يد مجموعة من منتسبي القوى الأمنية غير المنضبطين، وتهمة الإرهاب جاهزة ليستلها من يريد الثأر لعداءات شخصية أو أغراض انتقامية. إقرار رئيس الوزراء بوجود أبرياء في السجون بسبب تهم كيدية يسلط الضوء رسميا لأول مرة على محنة الآلاف، محنة كان الانفلات السياسي والاعتداء على الدستور والقانون سببا رئيسيا فيها قبل انفلات العناصر الأمنية الذين عادة ما يكون نتاج دمج وفساد في مؤسسات الأمن. في أغلب الاعتقالات التي تجري بدون أوامر قضائية تكون البلاغات الكاذبة والوشايات الكيدية خلفها، لكن ذلك لا يعفي المؤسسات الأمنية من مسؤوليتها وهي التي يعتريها التقصير في التحقيق والتدقيق، ولا يعفي ذلك مجلس النواب أيضا الذي من رحمه خرجت قوانين المخبر السري والمادة 4 إرهاب. أهلا بكم مشاهدين الكرام، معنا من جديد في هذه الحلقة من برنامج صدى الحدث والتي جاءت تحت العنوان الآتي: العراق جيش قوي وشعب عظيم. نرحب مرة أخرى بضيفنا الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور علاء النشوع. أهلا بك دكتور علاء مرة أخرى. لننطلق أيضا أهلا بك لننطلق من التقرير، يعني حقيقة دكتور علاء لنتحدث عن نقطة مهمة تتعلق بإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية من جديد، بسؤال كبير لكل جواد كبوة، كبوة تلك المؤسسة أين كانت؟ المؤسسة العسكرية بشكل عام بشقيها الجيش كذلك الداخلية أو الشرطة. نعم حقيقة أنا يعني سأتحدث عن المادة، هي المادة يعني نعم. القانون رقم 13 لسنة نعم. 2005 واللي فيه نعم. 4 مواد هي 4 إرهاب. نعم يعني الحقيقة هذا القانون هو دخيل على قانون العقوبات العراقي. نعم. حتى أنه من نجي على التنفيذ، يعني اليوم أكو في الموصل 82 ألف مذكرة. نعم. 82 ألف مذكرة قبض. الملقى عليهم القبض 70 ألف بدون واجع، يعني استخدمت هذه المادة نعم. لتصفية الخصوم. حقيقة أنه هي مادة لتصفية الخصوم. نعم. المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية إذا لم تمتلك العلمية ولم تكن لها الكفاءة والمهنية نعم. ولم تكن لها القدرة على التعامل مع الحدث وفق ضوابط وقوانين وشروط فإنها ستكون فاشلة في كل الأحوال. نعم. يعني إحنا من نقصد بالهيكل اليوم راح نطيش قضية مهمة نعم. جدا وهي يعني لابد على وزارة الداخلية أن تتخذها. إحنا اليوم كل الشرطة الموجودين أو كل الجهاز الأمني الموجود هو من أهل المنطقة. نعم. يعني كل إحنا قبل يسموها عندنا الخدمة السيارة. نعم. شنو الخدمة السيارة؟ إن الضابط من يتخرج نعم. يخدم في محافظات أخرى. نعم. يعني مو يخدم محافظته. نعم. لا ابن البصرة بالموصل وابن الموصل بالبصرة. نتذكر ذلك. بالموصل يخدم بالبصرة. نعم. حتى شو تصير؟ حتى أول شيء يكون هذا يعني تركيب للنسيج من جديد نعم. حتى يتعرف على العادات والتقاليد نعم. حتى يتعرف أيضا على أنه الشعب العراقي هو شعب واحد نعم. من خلال هاي الممارسة نعم. أنت اليوم جايب لك هو ابن المنطقة، هذا ابن المنطقة اللي هو المخبر السري هو ابن المنطقة نعم. هذا واحد. الشيء الآخر يعني جاي عقيد وياهم يقول فجعة، يعني أنت شوف هاي المؤسسة العسكرية إيش قد فاشلة نعم. وإيش قد بيها من نعم. من نقول يعني أس الخراب أو محاولة أس الخراب دكتور على أو محاولات التخريب لهذه المؤسسة أين بدأت؟ بالدمج أم يعني هناك جملة أسباب؟ هو الحقيقة شوفي عام 2003 اللي يعني الغزو الأمريكي دخل إلى المؤسسة العسكرية بعد حلها، يعني هو حل المؤسسة الأمنية نعم. بالكامل نعم. وحل المؤسسة العسكرية باعتبار القوات المسلحة ككل. اليوم أنه ترى النظام الداخلي أو الأمن الداخلي غير الأمن الخارجي نعم. يعني أنا اليوم نعم. من أجيب يقول الرجل المناسب في المكان المناسب نعم. من أجيب خريج كلية الشرطة نعم. أجيب خريج كلية الشرطة وأخليه باعتبار أني درسته ضمن علوم الشرطة نعم. أما أنا أجيب ضابط جيش واليوم أسويه ضابط شرطة نعم. ترى هذا مو صحيح نعم. لا بالسياقات ولا بالقوانين نعم. يعني ارجع اليوم لكثير من ضباط الشرطة اليوم عندنا هم ضباط يعني كانوا ضباط جيش هذا درس العلوم العسكرية وهذا درس العلوم الشرطوية والأمنية نعم. شنو هذا ويا هذا نعم. شنو هذا على هذا ويا هذا نعم. فإذا هاي فإذا القضية هي أول شيء هاي شوفي القضية العلمية، القضية الأخرى نعم. قضية الخبرة والكفاءة والقدرة، يعني إحنا بالنسبة لنا
الضابط اليوم من نعده خلال 3 سنوات ننطيه معلومات بعد ال3 سنوات حتى الرفع الى مكان اخر ندخله دورات حتميه وندخله دورات يعني تثقيفيه ودورات عامه حتى ممكن ان نوصله الى مرحله المنصب الجديد. اليوم ماكو ايش حكي، اليوم عندنا ضابط دم جابوه عنده تاثير حزب، تاثير ماذا خلى هذا الحزب في المكان اللي يريده هو. ومع العلم هو لا ليس له اي خبره وليس له اي علميه وليس له اي قدره. فاذا احنا اليوم القرار العراقي اليوم الموجود هو قرار مسير، مو قرار هو يتلائم مع المرحله، ما عنده قرار مرحله. احنا نحتاج اليوم الى وضع اليه حقيقيه، ومثل ما ذكرتي جنابك قلتي هيكله المؤسسه الامنيه والعسكريه شلون نهيكلها. اليوم عندنا احنا يعني اكو عوائق كثيرة بحل المؤسسة. أول هاي العوائق وجود الأحزاب السياسية. يعني إحنا لو نخلي المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية مستقلة ليس لها علاقة بالأحزاب، ونبدي نبني المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية وفق ضوابط عالمية جديدة وقياسات عالمية جديدة. يعني شوف اليوم في بريطانيا، في بريطانيا الشرط اليوم الموجود عندهم خريج كلية. خريج كلية. ليش يجيبوا خريج كلية؟ مع العلم يعني هو مو محتاج الرتبة، بس راتبه قوي. المهم انه هو يعرف يتعامل مع المواطن. بينما انت اليوم من تجيبي لي واحد دوا دمج ما عنده شهادة، ما عنده قدرة انه حتى يقرأ. يعني احنا ذاك اليوم دورة من الدورات سيدة الفاضلة دازين واحد عمره 50 سنة دازين بريطانيا. يعني هو هذا صحيح؟ احنا الضابط اذا نريد ندز بريطانيا عمره ما يتجاوز من 20 إلى 23. حتى ممكن انه شو يكون هذا؟ يكون انه يستقطب المعلومات بسرعه ويقدر ان يفهم المعلومه بسرعه. حتى يستفيد، حتى تكون اكو فائده، حتى تعم هذه الفائده بالتالي المجتمع، حتى تكون القدره الى اكثر. بينما انا ابو 50 سنة حتى اذا اريد اخليه قد استفاد منه 5 سنوات اخرى حتى يطلع تقاعد. وكذلك انت لا تنسين يعني واحنا دا نصرف هاي المبالغ 50,000 دولار للدوره او 100,000 دولار للدوره لكل فرد، يعني هاي خساره على الدوله. ناهيك عن يعني حضرتك اعتذر من لمقاطعتك دكتور علاء، لكن ذكرت انه ابعاد تاثير الاحزاب السياسيه عن المؤسسه الامنيه والعسكريه ايضا قضيه تتعلق، ان كنا نريد ان نبدا واسمح لنا يعني بهذه، لا عدد واضح حتى بالنسبه ل المؤسسة الأمنية والعسكرية بالنظر لوجود فضائيين في هذه المؤسسة. راح أنطيش المعلومة الكاملة، أنه إحنا عندنا اليوم حسب الإحصائيات اللي موجودة الآن، الإحصائيات تقول عندنا 1,750,000 هاي يعني تشمل المؤسسة الأمنية زائد المؤسسة العسكرية. شوفي 1,750,000 منتجين عدد مهين. هذا واحد، يعني لكل 40 عراقي او لكل 20 عراقي عندنا رجل امن وياه واحد يعني يتابعهم. زين، هذا الكلام منتجين عليه وتحطيه في محصله نهائيه كدراسات وكعلوم تقولين هاي مو بس فشل، هذا احنا داخلين في عنصر اسمه عسكره المجتمع. هاي من جهه. الشيء الاخر سيدة الفاضلة، يعني اكو قوانين وانظمة، القانون من تجي عليه، يعني انا من انفذ القانون دلالة على ثقافتي. اما انه القانون يجي ياخذ مسميات وياخذ اشياء نقول غير موجودة ضمن حتى اللوائح القانونية. وابدي انه مثل ايش دكتور علاء؟ مثل ايش ممكن تطرح لنا مثال؟ يعني هسه انطيش انه احنا بسرعه القرار. يعني اليوم حتى السيد رئيس الوزراء ومشكور على اللي تفضل به، وهذا كلام يعني يشكر عليه اذا كان التنفيذ صحيح. يعني احنا مو فقط بس الكلام، نريد من السيد رئيس الوزراء تنفيذه حرفيا هذا الكلام. حتى شو نكون منصفين. يعني شوفي قبل ايام، انا بعد شوي انطيش المثال، قبل ايام مجلس يعني اكو مركز للعداله في جنيف قال العراق اليوم يستخدم المواد القانونية لتصفية الخصوم على أساس أنها إرهاب. يعني اليوم احنا نحكي بإرهاب الدولة، ست إرهاب الدولة من تجين عليه، ترى الإرهاب بالمفهوم العام لليوم ما عندنا تعريف كل دول العالم لا يوجد تعريف موحد للإرهاب. كل واحد يعرفه حسب رأيه. احنا اليوم بالعراق الميليشيات وبعض الأحزاب تفسر القانون وتفسر الإرهاب حسب رأيها، يعني تستخدمه في تصفية خصومها. هذا أولا. الشيء الآخر يا سيدتي أن الحكومات اللي جتنا من عام 2003 وإلى اليوم هي حكومات ثأرية. يعني شنو ثأرية؟
مو هي تجي تستخدم القانون. نعم. تستخدم الثأر باسم القانون. نعم. فلهذا يعني الشعب العراقي مل من هاي القضية باعتبار أنه اليوم يعني ضباط الدم جدا يجيبوننا إياهم ودي يحطوهم بالمؤسسة الأمنية. يعني شوف إيش قد بدلوا جماعة. نعم. يوميا يبدلون جماعة روح وتعال. نعم. نعم. وين يودون هذا اللي يبدلون؟ يودوه إلى منصب أعلى. يا أخي إذا كانت هكذا أمور تدار في قبل دولة. نعم. إذن الدولة شنو مصيرها؟ الدولة مصيرها الفشل إذا كانت تعتمد على الفاشلين. نعم. ومصيرها النجاح إذا كانت تعتمد على الرجل المناسب في المكان المناسب. نعم. وخاصة المؤسسة العسكرية. ذكرت قضية مهمة جدا دكتور علاء تتعلق بعسكرة المجتمع إلى أي مدى؟ يعني لذلك تبعات حقيقة وخيمة خاصة في ظل حتى حوادث عائلية على يد منتسبين محسوبين على المؤسسة الأمنية والعسكرية بحق ذويهم. سيدة الفاضلة، المؤسسة العسكرية اليوم عندها ذيليات كثيرة، يعني الذيليات اللي راح نحكيها ذيليات إدارية. نعم. يعني أنت اليوم احنا عندنا تدرين أكثر، عندنا أكثر من حدود 70 فريق ركن. هاي بالمؤسسة العسكرية. نعم. المؤسسة الأمنية أيضا بها عدد هذا الكم الهائل من مدراء عامين ومدراء ويعني وقادة وتنظيميين. المهم هذا العدد من تجين عليه، هذا أول شيء ككاهل مالي يدمر الدولة. هذا واحد. الشيء الآخر اليوم أكو يسموه تعدد القرار. يعني أني بالنسبة لي إذا كنت أني ضمن المجال مالتي، يعني اكو عندنا اليوم بالاقواس الناريه او بالاقواس نقول الامنيه. نعم. الموجوده متوزعه بالعراق. نعم. اكو عندنا عده جهات. شوفي عندنا حشد. عندنا عسكر. نعم. يعني جيش. نعم. عندنا امن وطني. نعم. عندنا استخبارات. هذول كل واحد له قرار. كل واحد له قرار. نعم. فمن تجين يتخذون القرار ماكو قرار موحد. كل واحد يعني عباره عن انه من يمه هو اللي يتخذ القرار، والمواطن يوقع بهاي القرارات اللي يصدروها الجماعة. فإذا يعني العلاقة ما بين المواطن وما بين نظرية الأمن منقطعة. نعم. تماما. نعم. احنا ما عندنا نظرية أمن حقيقية. ولا عندنا استراتيجية أمن حقيقية. نعم. لو اكو استراتيجية أمن حقيقية وممكن انه احنا نضعها امام الناس، كان احنا اليوم صار لنا 18 سنة ونقولها داعش موجود. يعني احسبي. نعم. في عام 2001 عندنا. نعم. 640. نعم. 640. نعم. عملية لداعش. نعم. من يتحمل هاي القضية؟ نعم. إيش قد راح الضحايا؟ نعم. المؤسسة. نعم. الأمنية بالدرجة الأساس تتحمل. نعم. المسؤولية. ولو أكو الثواب والعقاب. نعم. وأكو قوانين صارمة. نعم. ثقب الله لكل هاي المؤسسة الأمنية. نعم. تنتهي. توضحت الصورة دكتور علاء النشوع الخبير الاستراتيجي والعسكري، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في حلقة اليوم من صدى الحدث. إذن وصلنا إلى سؤال حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صدى الحدث، هل هناك عناصر عسكرية تستغل رتبها لمنافع شخصية؟ وكانت النسب كما تتابعون معنا كالآتي: 95% أجابوا بنعم على منصة اليوتيوب، و5% فقط أجابوا بلا. أما بالنسبة لمن شاركنا برأيه على منصة تويتر كانت النسب كالآتي: 86% أجابوا بنعم، و14% فقط أجابوا بلا. إذن وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج صدى الحدث، على أمل أن نلتقيكم في الأسبوع المقبل. ما أبقانا الله وإياكم، تحية لكم في كل مكان ودمتم بعافية.